بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تلهمنا رشدنا وتبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجد. اللهم يا رب العالمين، نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبلطفك بعبادك، وبعجزنا وفقرنا إليك، وبجهلنا وبعلمك، وبلؤمنا وبكرمك يا ربي يا أرحم الراحمين. من للضعيف سواك، ومن للئيم سوى الكريم، ومن للعاصي سوى الغفور الرحيم. تذللنا إليك وافتقرنا إليك واضطررنا إليك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا رب العالمين، ارحم ضعفنا، وخذ بأيدينا، وحققنا يا ربي بالحقائق التي تريدها منا، واجعلها ظاهرة على ألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا ما حيينا. املأ قلوبنا حكمة وإيمانا ويقينا. اللهم يا رب العالمين، أنر بصائرنا وأبصارنا لنور نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. برحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل المقربون إلى حبك. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، عافنا في أبداننا وفي أموالنا وفيما أنعمت به علينا وفيما أقمتنا فيه وفي ذريتنا وأحبابنا ما حيينا يا رب العالمين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه والعمل به وتبليغه وفهمه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام المحدث الحافظ الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الحديث 20، حديث النعاس في الصلاة. النعاس في الصلاة، علم أنك تحب لقاءه وأنك تجتهد في القرب إليه، فربما حل عليك النعاس وقد قهرك به وأنت في مواضع قربك منه في حال صلاتك، فماذا تفعل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما يفعلون. وهل هذا خاص بالصلاة الفريضة أم النافلة أم مطلق الصلاة؟ وما حكم ذلك كله؟ سوف نناقشه إن شاء الله. بإسنادنا المتصل للإمام البخاري عن مشايخنا رحمه الله ورضي الله عنهم إلى الإمام البخاري في صحيحه، ومنه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي
فليركض حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. يبقى إذا نعس الإنسان في صلاته وهو مقدمة النوم، النعاس هو مقدمة النوم، يعمل إيه؟ فليركض، ينام على طول، ينام وهو في الصلاة، يعني يروح فارد جسمه كده على المصلية ويروح نايم، مش يخرج من الصلاة. ما النبي قال كده فليركض على طول، مش تخرج من الصلاة تقول السلام عليكم السلام، ليه كده تبطل العمل؟ نام وانت بتصلي، يمكن ربنا يقبضك وانت مصلي. شوف النبي يقول لك فليركض على طول، وانت رقدتك دي في حد ذاتها هتخرجك من الصلاة، هتخرجك من الصلاة شرعا، وهتخليك مصلي مع الله حقيقة. فدي رحمة. يبقى إذا نعس أحدكم في الصلاة يعمل إيه؟ مش يخرج من الصلاة. النبي قال لك يخرج من الصلاة؟ قال لك ينفتل؟ قال لك ينصرف؟ قال فليركض، نام، نام على طول على هيئتك كده. يمكن ربنا سبحانه وتعالى إذا نام العبد في هذه الحالة يجري عليه ثواب الصلاة وهو نائم، كويس؟ وده حالة بتعتري الإنسان، لأن الإنسان ضعيف والنوم قهر من الله، هو اللي يجعل قهرنا بالنوم، ولو لم يقهرنا بالنوم لهلكنا، لأن هتفضل بقى إيه تسعة 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 في الدنيا ولا تستريح، وما فيش بقى نوم، تقوم في الآخر الإنسان يهلك. لا، ربك قهرك بالنوم، علشان يقهرك بالنوم عشان يقويك، يجعل قهره محل تقويته. شيء عجيب، يعني محل القهر ومحل القوة هو محل التجلي، وصورة أيضا للوفاة، وصورة لحياة القبر، عشان في المنام بتشوف أنت حياة القبر إيه. لأن الإنسان بيبقى في حياة الدنيا عرف قوانينها خلاص، لكن متشوف في القبر هيبقى إيه أحواله، منعم أو معذب. طب إزاي منعم ومعذب يعني وهو مدفون كده، وهو إيه في مكان محصور؟ إزاي يعني؟ يوم يرزقك المنام في النوم، تلاقي نفسك نايم في الأوضة ولم تبرح السرير، لكن لفيت العالم في المنام، صح؟ وممكن تشوف الكابوس تعذب، واللي نايم جنبك شايف نفسه في الجنة. صورة للقبر بالظبط، واحد نايم مدفون والتاني مدفون، ده بيعذب والتاني منعم، عشان إيه تتصور المسألة، يوم يسهل عليك أنك تؤمن، تؤمن بإيه؟ بحياة البرزخ. وعشان كده ربنا جعل الموت اخو النوم والنوم اخو الموت. فعايز تعرف انت احكام الموت وانت حي، شوف وانت نايم بيجرى لك ايه، تعرف وانت ميت هيجرى لك ايه. واضح؟ والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت ايه في منامها. اهو بيبين لك ان المنام اخو الموت. عايز تشوف احكام الموت قبل ما تموت، شوف احكام النوم وانت بتكرره كل يوم. واضح؟ يبقى كده سهل انك انت تؤمن بالغيب. اما يجي النبي يقول ان الناس في القبور معذبة او منعمة، تصدق، لانك بتشوف الكابوس تعذب وتشوف النعيم تنعم وانت نايم، وتشوف البعيد دون ان تبرح مكانك وانت نائم، والبعيد سواء كان حي او حتى انتقل تشوفه، كل ده وانت نايم. يعني وانت نايم لو جيت قلت للناس انا شفت سيدنا ابو بكر الصديق هيقولوا عليك انت كذاب. طب فين بينك وبين سيدنا ابو بكر الصديق في الزمن؟ 1400 سنة. لكن في الموت ما فيش زمن، لهم ما يشاؤون عند ربهم، فاهم؟ ما فيش زمن بقى. اللي مات من قرون كأنه جنبك، لما تحب تروح تزوره تزوره تلاقيه قاعد مستنيك. واحد يقول لك انا نمت امبارح الحمد لله شفت النبي وحواليه الصحابه. فين النبي والصحابه يا ابني؟ هل تكذبوا؟ ما تكذبوش، لانها بتحصل مجربه. فعلشان كده لما الانسان يسمع الحاجات دي كلها يعرف كيف ان العبد يدفن في مكان محصور، وفي نفس الوقت ينطلق في الاكوان حيث شاء بروحه. يسهل عليك معرفه احكام الموت.
يقوم ربنا يخليك تموت كل يوم. ايه ده؟ كل يوم تموت؟ كل يوم تدفن نفسك بنفسك على السرير اللي بتنام عليه كل يوم؟ اه كل يوم. طب متعجب بقى ما هيدفنوك هيجرالك ايه؟ ما انت مجربها كتير. يقوم يهون عليك الدفن الاصلي، ما انت مجربها، الحكايه سهله. ده الواحد ساعات يبقى مشتاق للسرير قوي. ياتي وقت برضه للمؤمن يشتاق القبر حتى يفر من الفتن. يقول امتى اليوم ينتهي بقى لما يكون يوم شاق؟ يقول امتى اليوم ينتهي بقى عشان ننام شويه؟ كذلك المؤمن يصل الى مرحله ايام الفتن يقول لك امتى العمر ينتهي بقى علشان نستريح شويه. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى هون عليك بقهره لك بالنوم ان تؤمن بالغيب. واضح؟ يبقى سوره البرزخ هي سوره النوم، احكامها هي احكام النوم، لا زمان ولا مكان، بحيث انك تخطي خطوه وانت نايم في المقطم تزور ابنك اللي في اوروبا، ولا ركبت طياره ولا تاشيره ولا حاجه خالص، ولا وقفت تاكس ولا تعبت ولا دفعت فلوس ولا حاجه خالص. ده انت فتحت الباب بتاع شقتك اللي في المقطم لقيت نفسك داخل باب بيت ابنك او حبيبك اللي عايز تزوره اللي قاعد في امريكا. كل ده في المنام؟ كل ده لا مسافات. يبقى عند الموت ما فيش مسافات، كل مسافة ولو بعيدة قريبة. واضح؟ ادي احكام الايه؟ البرزخ اللي هو القبر، بتعيشها في المنام. واضح؟ واحكام الدنيا انت عارفها، انت محصور في الدنيا باحكام الدنيا بقى، القوانين اللي احنا عايشينها، محصور في الزمان والمكان، ما تعرفش تنتقل من زمان لزمان اخر، انت محبوس في زنزانة زمنك وانت متيقظ، ما تعرفش تروح زمن الصحابة ابدا، محصور في الزمن ومحصور في المكان، لا تنتقل الا بقوانين السرعة المعتادة اللي معروف، سرعة شد الرجال، سرعة الفرس، سرعة الصوت، وما تقدرش تكسر سرعة الصوت وتخش على سرعة الضوء والا جسمك الكثيف يتحلل وتبقى موجات، فما تقدرش، فما ينفعش، خلاص. لكن شوف انت بقى في المنام تمشي بسرعة، سرعة الضوء جنبها بطيئة، لأن الجنة في السماء السابعة. فينك انت وفين السماء السابعة؟ مش ممكن تشوف نفسك في المنام ماشي في الجنة؟ والمنام ده ما ياخدش إلا ثواني، يعني انتقلت، ما فيش مكان، يبقى مش محصور بدائرة المكان ولا الزمان. عرفت بقى ان الموتى الاولياء قالوا ايه؟ يقول لك ان الولي الاكوان كلها عند الولي بعد وفاته كقبضة يدك لا يغيب عنه منها ناحية. كل الاكوان، كل الاكوان، عشان كده يقول حيثما ذكر الولي حضر. تقوم تفهم ان مفيش قوانين زمان ولا مكان تحصره، لانه في حال برزخ. فهمت بقى ازاي؟ في حال برزخ سهله. يبقى تعرف ان اشراف النبي صلى الله عليه وسلم على امته بعد وفاته اعلى منه في حال حياته الدنيويه. شفت بقى؟ تعرف على طول كده، يوم ما ينقطعش املك في النبي، ولا تنقطع علاقتك به ولا تعلقك فيه، لانه هو ما زال معانا، لانه لو اختار الحياه الدنيا باقيا محصورا في جسده صلى الله عليه وسلم وقد عرض عليه لصار كل من يريد النبي لابد ان يسافر له. لا، النبي اختار ان يكون في الملأ الاعلى، علشان كل من يريد النبي، النبي يبقى معاه في نفس لحظه انك تحب تشوفه، يبقى معاك النبي. علشان كده تلاقي كل مسلم في اي مكان في المعموره في اي وقت، يبقى لا وقت ولا زمان يحول بين الناس وبين نبيهم، كل الناس يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، كانه حاضر، كأن نبي حاضر، لأن الأكوان لأهل البرازخ ككف اليد ينظر إليها الناظر لا يغيب عنها ناحية منها. فهمت بقى إزاي؟ كل الحاجات دي كلها عرفتها من النوم. نعمة النوم نعمة كبيرة. يبقى عرفت أحكام الدنيا؟ عرفت. طب أحكام الرحم؟ ما أنت كنت جنين جوه الرحم الأم، دكاترة النساء يحكوها،
العيل جوه بطن امه بيلعب وياكل ويشرب وينمو وكل حاجه، ويزعل ويفرح وكل حاجه، عايش حياه واسعه ويتشقلب شقلبظات ويعمل كل حاجه، كل حاجه، ويضرب ويتخانق وتقوى عضلاته كل حاجه، عايش حاسس ان ايه، يقول لك جوه يا ارض تهدم عليك يا ارض، ايه الوسع اللي احنا عايشين فيه ده، وحواليه ميه وحواليه، ويتنفس من سرته مش من مناخيره، بيتنفس من سرته مش من مناخيره. كام الجنين كده؟ تيجي تقول للجنين جوه بطن امه على فكره انت بعد 9 شهور هتطلع يا ايها الجنين هتتنفس من مناخيرك، يقول لك قول كلام غير ده بقى، معقول؟ زي الكافر لما تيجي تقول له في الموت هيبقى فيه يعني عذاب او نعيم، يقول لك لا قول كلام غير ده. زي الجنين الجاهل اللي تيجي تخش عليه تقول له انت فاكر ما فيش غيرك في الدنيا، ما هو شايف الدنيا هو الرحم، يقول لك اه ما فيش غيري، يقول لك لا لا ده في بره حاجات كتيره واسعه كتيره، ده في حيوانات وفي نباتات وفي ملايين ملايين البشر، وناس كمان ليها اسنان هو ما عندوش اسنان، معقول يبقى هنا اسنان؟ ايش يقول كلام غير ده؟ يقوم ايه؟ يكذب. يكذب ليه؟ لانه جاهل. لكن اول ما يتولد فجاه بعد ما كان سمكه بيتنفس من ايه؟ من سرته زي السمكه، يعني بياخد الاكسجين من الدم مباشره من ميه، ما هو الدم ميه، السمكه بتاخد الاكسجين من الميه، فجاه بقى حيوان بري، بعد ما كان حيوان مائي بقى حيوان بري، وفي لحظه انتقاله بر مائي. حاجه غريبه قوي، كل ده يمر عليه قوانين تتغير، قوانين تتغير. طب وفينك انت بقى وانت كنت حيوان منوي وكنت لسه في صلب الاب؟ يجوا يقولوا للحيوان المنوي ده انت على فكره انت لسه نص، ده انت مش كامل، ده هيجي لك النص الثاني بتاعك من واحده ست. ايه ست دي؟ هو في حاجه اسمها ست؟ يقول الحيوان المنوي يقول لك ما فيش حاجه من دي، ده تخاريف. تروح للبويضه تكلمها وهي لسه في رحم الامهات، لسه في بطون الامهات، تقول لها ده انت لسه، ده انت هيجي لك حاجه ثانيه من حته ثانيه، تتقابلوا مع بعض تعملوا انسان كامل. تقول لك لا ده مفيش احسن من كده، انا كده مبسوطه، شيخ قول كلام غير ده. يقوم ربنا يقلب لك هذه القوانين المختلفه وتشوفها وتعيشها، علشان لما يجي النبي يخبرك ان في علوم وغيوب وعوالم مختلفه تقوم تصدقه وما تحجبش، تقول لا قول كلام غير ده، او الكفار قالوا قول كلام غير ده، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، قول كلام غير ده. فهمت بقى إزاي؟ لا، ربك بقى خلق لك عشان تشوف كل العوالم وأنت في عالم واحد، وأنت في عالم الدنيا شايف عالم الذر، شايف الحيوان المنوي يخرج من الذكر يلتقي مع بويضة من الأنثى يكون الجنين، شفت عالم الذر وعالم الصلب وعالم الأرحام وأنت في الدنيا، وشفت عالم الدنيا وشفت قوانينها، عايز تشوف بقى عالم البرزخ اللي هو بعد الدنيا، نام في المنام تشوفه. شفت بقى؟ طيب ناقص عالم الآخرة، الجنة والنار، عايز تشوفه ازاي في الدنيا؟ عالم الخيال، خلق لك في الخيال، تقعد تتخيل كده كن فيكون. عالم الخيال هو عالم كن فيكون اللي هو عالم الجنة، حيثما أردت الشيء وجدته بدون أن تتعب في صناعته، بل بمجرد أن تتصوره وجد في ذهنك بغير إيه؟ بغير معالجة. يبقى عايز تشوف الجنة الناس هتتنعم إزاي؟ زي ما بتتنعم في عالم الخيال. يقوم الناس ساعات تستعجل عالم الخيال من حلاوته، يقوم يحشش، يشرب حشيش وياخد مخدرات وبانجو وياخد مش عارف ليه؟ لأنه بتشجع في الذهن عالم الخيال، وعالم الخيال ده عالم فيه سعادة لأنه بتتعامل مع الأشياء التي تريدها بغير معالجة. فجأة يبقى هو شاف نفسه كل حاجة عايزها بتيجي، يبقى في هلوسة، يقوم يسعى إليها في الخمر، ويسعى إلى عالم الخيال في الإيه؟ في المخدرات، صور. لكن أنت من غير المخدرات ومن الخمر كل الناس عندها عالم خيال، لكن أنت عايز تبالغ فيه
ربك اداك منه لمحة، فلا تشغلك هذه اللمحة عما أقامك فيه. لا، أنت عايز تنشغل بما لم يقمك فيه فتبالغ، فنهاك عن ذلك حتى لا تضيع ما أقامك فيه. لكن ادهولك لمحة فقط علشان تدرك من خلال هذه اللمحة عالم الملكوت ايه هو، وعالم الآخرة ايه هو. يبقى شفت عالم الآخرة، وشفت عالم البرزخ، وشفت عالم الدنيا، وشفت عالم الأرحام، وشفت عالم الأجنة، وشفت عالم ايه الذر، وعالم الأصلاب، كل العوالم شفتها يا ابن آدم. يبقى ربنا بخل عليك بشيء؟ علمت أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. تعرف إليك في كل الأشياء. ليك حجة أيها الإنسان بقى العاقل أن يجي نبي يخبرك أن في عوالم أخرى وليها قوانين مختلفة، تقوم أنت تتعجب؟ يجي يقولك في الجنة فيها شجرة الراكب يسير في ظلها 100 عام، وفي رواية 500 عام. ظل شجرة واحدة في الجنة تمشي 500 سنة بسرعة الضوء. يوم يخلق جواك حاجات تتصورها. انت الذرة بتاعتك اللي انت مخلوق من 100 مليار خلية، والخلية دي فيها 100 مليار ذرة، والذرة دي فيها نواة وفيها الكترونات وفيها اجسام، وكل دي قاعده بتدور وبتلف في ايه، في فراغات واسعه جدا. فلو انت دخلت على عالم الذره اللي انت مخلوق منها، انت بالنسبه لها، بالنسبه للذره دي تمشي كام سنه ضوئيه علشان تنطلق من رجلك لحد ما توصل لدماغك؟ تمشي 500 سنه، 1000 سنة، 200 سنة، 1000 مؤلفة من السنين الضوئية علشان تعرف توصل. وانت ايه طولك؟ يا دوب 1.5 متر ولا 1.60 متر ولا. تقوم بالنسبة للذرة لما تقول لها يا ايتها الذرة خلقت خلقا من خلقي له ظل تسيري في ظله 500 عام حتى تبلغي، تقوم تقول لك قول كلام غير ده، لأنها متصورة أن كل حاجة صغيرة زيها. يوم ربنا سبحانه وتعالى خلقك فيك الحاجة الصغيرة التي أنت لا تدركها بعينك لكن تدركها بعلمك، وبعدين مش فيك أنت بس، لا وخارجك في الأكوان، تلاقي نفسك على الأرض. الأرض دي ما هي إيه؟ كأن الأرض دي إلكترون بيدور في مدار حوالين نواة في ذرة من ذرات الكون، والنواة دي هي الشمس، هي نواة الخلية برضو. زي ما الخلية، زي ما الذرة فيها نواة بيدور حواليها وأفلكها إلكترونات، النواة دي هي الشمس في المسافة البعيدة بقى. يبقى ربنا جعل الصغير كالكبير، وفيك انطوى العالم بأجمع أيها الإنسان. يوم يخلق لك الأكوان صورة منك، وأنت صورة تعيش على إيه؟ على إلكترون في ذرة من ذرات الأكوان، وكأن الكون كله عبارة عن ذرات مجتمعة عاملة جزيء، هذا الجزيء يكون الماء، وجعلنا من الماء كل شيء. حاجة غريبة أوي. انت بقى ايها الانسان، الارض الواسعة دي اللي انت شايفها واسعة دي، واسعة كبيرة أوي. ايه ده؟ ده انت تقعد تسافر عشرات السنين ماشيا على الاقدام وعلى الوسائل المواصلات المختلفة عشان بس تلف حوالين الارض لفة واحدة. الارض دي بقى بالنسبة لايه؟ لذرة عبارة عن إلكترون صغير لا يذكر بالنسبة للنواة اللي هو بيلف عليها، وحوالين النواة دي عشرات الإلكترونات في مدارات مختلفة، الكل يدور حول نفسه ويدور حول النواة كله في وقت واحد.
فتصور بقى لما النبي يقول لك ان ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. ايه طلعت الشمس؟ يعني على الكترون ولا حاجه في ملك الله؟ الارض كلها دي كلها اللي انت عايشها دي ده عباره عن الكترون في ذره ضئيله لا تذكر، دي ولا حاجه بالنسبه لايه؟ لملك الله. فلما يجي النبي يقول لك ان ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، ولما يجي يقول ان اقل ملك واحد في الجنه يقول له لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، تقوم تصدق إيه الدنيا يعني أصلا في ملك الله؟ دي ذرة فيها في ملك الله منها ملايين مملينة. وعشان كده يقول لك في ملايين المجرات، ملايين المجرات قاعدة بيلف شموس وإيه وكواكب بتلف حوالين بعضها. إحنا عندنا مثلا مجرة الشمس بتاعتنا دي في مجرة مكونة من ملايين الشموس، من ملايين الخلايا جوه مجرة واحدة اسمها مجرة التبانة، ولا مش عارف أرض إيه، درب التبانة. تلاقي بقى كمان المجرة دي كلها في منها ملايين المجرات اللي زيها. أنت هتروح فين؟ أنت كنت في جرة وخرجت بره. فهمت بقى المسألة؟ فلما ربك سبحانه وتعالى يخلق النظام العجيب ده يبقى حرمك من شيء ولا علمك كل شيء؟ شوف بقى لما يبقى الحاجات دي كلها انت مكون من ملايين ملايين ملايين، بل تعجز الارقام من معرفة عدد ذراتك، لان انت اصلا 100 مليار خلية، والخلية فيها 100 مليار ذرة، والذرة كل ذرة فيها شمس وكواكب وأرض وإلكترونات وقاعدة بتلف. دخلوا جوه الخلية لقوا جواها نولية شمس الخلية، كويس؟ لأن الخلية مكونة من ذرات وهي نفسها شكل الذرة بس مكبرة، حاجة غريبة، هي نفسها شكل الذرة. يبقى ربنا خلق لك الذرة لا ترى، وخلق الخلية ترى بالميكروسكوب، وخلقك انت ترى، وخلق الارض اللي انت عليها والشمس تراها حاجة واسعة وكبيرة، والكل نموذج واحد. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل نموذج واحد، نموذج واحد. ايه القدرة العجيبة دي؟ دي حاجة تخلي الواحد ينتقل إلى ذهنه إلى حال يسموه مقام الحيرة، مقام يسموه الحيرة، الحيرة في قدرة الله. تصور أنت الجاهل بتاع ده يقول لك ربنا مستوي على العرش قاعد كده. عرش إيه يا ابني؟ عرش إيه يا أستاذ؟ ده العرش ده بالنسبة لملك الله ولا حاجة. عرش إيه؟ هتيجي تخلي ربنا قاعد على ذرة تقول لي قاعد؟ عرفت وما قدر الله حق قدره؟ عرفت انهم ما قدر الله حق قدره؟ يقول لك فوق كده. فوق كده ايه يا ذره؟ فين فوق كده؟ فين الجهه؟ اين الجهات؟ اذا كانت الجهات مختلفه ولا تثبت، ده كل الاكوان في حركه دائمه مستمره لا تثبت، حاجه غريبه قوي. احنا الظاهر مش هندخل في الحديث النهارده، انا هخلي مخكم يشت زي انا مخي شتت. حاجات غريبه يعني، عشان تعرف قدره ربك، عشان تعرف ما قدر الله حق قدره، عشان تعرف سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، عشان تعرف المعاني دي كلها اللي النبي كان يقولها. يقولها ليه؟ لانه كان عارف صلى الله عليه وسلم، ربنا بين له بعض العلوم دي. ولما يجي يقول لنا ان كل ما طلعت عليه الشمس دي لا تساوي سجده ولا تساوي تسبيحه، الناس اللي الدنيا في مخهم كبيره مش مصدقين الكلام ده، لكن اهو خلها لك حقيقه. ده انت عايش على الكترون في ذره من ذرات الاكوان، انت نفسك عايش على، يعني الارض دي كلها ما هو الا الكترون بيدور في مدار حوالين نواه في منها مليارات الانوين. فهمت بقى يا سيدي؟ كل دي في ايه؟ في السماء الدنيا، لسه ما اتنقلناش للسماء التانية، لأن السماء التانية ما فيهاش كواكب ولا مجرات، ده فيها فراغ،
لا يعلمه إلا الله، وهذا الفراغ ما ملأه بالملائكة ما بين ساجد وراكع. إيه الشغلانة الكبيرة دي؟ طب وعرفنا منين إن السماء التانية ما فيهاش كواكب وإحنا رحناها؟ القرآن. ما هو القرآن طالما أنت بتقرأ القرآن تفهم كل حاجة وتعرف كل حاجة، لأنه ده كلام ربك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يبقى السماء الدنيا هي المزينة بالمصابيح، يبقى معناها إن السماوات التانية ما فيهاش تزيين بالمصابيح لأنها مزينة بالملائكة، والملائكة خلقت من نور فمش محتاجين، والملائكة مهديين وجعل المصابيح هداية للبشر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والملائكة مش محتاجة، فيبقى مش محتاجين. من غير ما نعمل وكالة ناسا ولا نطلع بالكواكب والأقمار الصناعية، شوف المسلمين عندهم علوم لو الناس فهموها هيوفروا مليارات ينفقوها على الفقراء وعلى إصلاح ما في الأرض، لكن علشان هم قاعدين يبحثوا عن مخلوقات أخرى دول جهلة أوي. فأنتم مش عارفين إن في مخلوقات أخرى؟ ربنا بيقول يخلق ما لا تعلمون، ده قهرك وخلق على هذا الإلكترون اللي أنت عايش عليه اللي هو كوكب الأرض ملايكة وجن مش شايفهم وهم عايشين معاه. عايز انت تبحث في الكون، اذا كنت انت في الحته اللي انت عايش فيها مش عارف كل اللي عايشين. قاهر فوق عباده. طيب عشان ما نشتش كتير، عشان تعرف بس المسافات بقى، احنا مثلا في الدنيا دي عندنا مسافات نحاول نظبطها بحاجه اسمها السنتي، ما اصل احنا عايشين في حته ايه بالنسبة للأكوان صغيرة قوي، لكن بالنسبة لنا احنا كبيرة. نقوم نظبط المسافات ازاي والسرعات، نقوم نعمل حاجة اسمها السنتي. السنتي ده لو خلينا منه 100 جزء مستوي نعتبره متر، ونقسم السنتي ده لعشر أجزاء يبقى كله ده ملي متر، علشان نعرف نقول المسافات. إذا انتقلنا بقى من الأرض اللي احنا عايشين فيها وعايزين نشوف المسافة بيننا وبين القمر، نلاقي السنتي والمتر ده كلام فارغ، ما ينفعش مقياس، لأن مسافات شاسعة. إيه سنتي ومتر بقى تقول لي؟ يقوموا ينتقلوا إلى مسافات يخلوها بالكيلومتر، يلاقوا الكيلومتر برضو لحد القمر ممكن، يقول لك مش عارف 305 ومش عارف كام ألف ألف كيلومتر، يقعدوا بقى يحكوا، لكن اهو تتعد. طب عايزين نعرف المسافة بيننا وبين الشمس، لا ده احنا بقى ما ينفعش، الكيلو متر ده بالنسبة للشمس كأنه ملي متر بالنسبة لينا في الأرض، ما ينفعش يا عم. ننتقل إلى مقاييس أخرى، نقوم نجعل سرعة الضوء هي المسافة، وحدة المسافة. نقوم ده احنا نقول بيننا وبين الشمس 8 دقايق ضوئية، يعني الضوء يفضل ماشي 8 دقايق على ما يوصل لعين سيادتك يا فندم تقوم تعرف ان دي الشمس. 8 دقايق ضوئيه، ده الشمس وهي يا دوب جنبنا هنا، تمد ايدك تطولها. لكن اتفرج بقى انك انت في كواكب الضوء يمشي 100 سنه ضوئيه عشان يوصل لعين سيادتك يا فندم، يبقى كون شاسع، كون شاسع. يبقى المسافات بتختلف. يبقى اما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان في شجره في الجنه يسير الراكب في ظلها 500 عام، تقول سمعنا واطعنا. ايوه متصوره. شفت بقى الحكايه؟ انما الجاهل يقول يا عم دي اساطير الاولين، ايه شجره اللي مش عارف يقول لك دي اساطير؟ ده جاهل، جاهل مش عارف حجمه ولا عارف حجمه في الاكوان. فهمتني ازاي؟ انت اللي خلالك حجم هي امتك بس، إن ربنا تجلى عليك بكلامه فعرفك سبحانه وتعالى صفاته وأرادك أن تكون خليفة له فأكرمك وتنعم عليك ورفع قدرك. غير كده أنت ولا حاجة من حيث الحجم في الأكوان. السماوات والأرض بقى دي كلها اللي احنا قاعدين نحكي عليها، اللي هي المسافات فيها مئات السنين الضوئية، أكوان شاسعة وما زالت في اتساع كمان، وإن لموسعون، ربك يقول كده، يعني ما زالت في اتساع وتمدد. كل دي حط عليها 7 سماوات بهذا الاتساع. بالنسبة للكرسي
واسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة في فلاة. والكرسي ده مخلوق برضه، كل الاتساع ده بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. يبقى ما يقولك ان رجل الكرسي ممكن تمشي السماوات والأرض علشان تقطع طول رجل الكرسي بس اللي ربنا خلقه 500 سنة تصدق؟ لأن النبي قال لك النسبة اهي. شوف انت اما ترمي حلقة خاتم دبلة في ايدك ارميها في صحراء واسعة، شوف المقياس بين الحلقة دي وبين الصحراء الواسعة دي، او ده المقياس اللي بين السماوات والارض باتساعها ده كله بما فيها الجنة والنار. بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة في فلاة. ايه الكرسي ده؟ حاجة كبيرة قوي. واسع كرسيه السماوات والارض. طيب والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. الكرسي بالنسبة للعرش بقى زي حتة خاتم كده مرمي في صحراء واسعة. يبقى فين انت؟ عرفت بقى حقارة الانسان اللي يقتل اخوه الانسان عشان فدان ارض، عشان اوضة، عشان شقة، علشان 10 جنيه، علشان عرفت الحقارة. فلو عرف الانسان حجم ما هو فيه لهان عليه أن يدفعه لله ويقل النزاع. افهم بس الحكاية. لكن الحكاية الدنيا كبرت في ذهنه وده وهم. وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ متاع الغرور. ده أنت مغرور، ده أنت مسكين، ده أنت مش شايف حاجة. النبي عايز يخرجك من الغرور ده وينقلك للحقائق. فهمت يا أستاذ؟ يبقى ساعتها يهون عليك كل شيء، يهون عليك كل شيء. عرفت بقى ليه النبي كان يجيله طبق تمر يحط بدله ذهب؟ لأنه شايف أنه كل ما فوق التراب تراب، الذهب كالتمر كالتراب، كله زي بعض. تعرض عليه جبال مكة تبقى ذهب وفي إيد غيره تراب يرفض؟ يرفض، لأنه مستغني بربه. إيه يعني؟ حتى لو الأرض كلها ذهب هي إيه بالنسبة لملك الله يا عم؟ إذا كان السماوات والأرض كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، والعرش كحلقة في للكرسي، والكرسي كحلقة في العرش، يبقى احنا فين؟ ده احنا في لطف الله. احنا بس في لطف الله. احنا في لا مكان، احنا في لا زمان، احنا في لا شيء الا بالله. احنا في لا شيء الا بلطف الله. كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان، لان الاكوان موجودة به لا معه. اللي يقول لك ناخد صفات الله على الحقيقه ونعملها مش عارف ايه بيعتقد ان هو مع الله. ربنا موجود وهو موجود مع بعض، فعايز يحجم ربنا ويتخيله ويتصوره. لا، احنا بنقول لك انت مش مع الله يا استاذ، موجود معه، انت موجود به، لا موجود مع الله. الله هو على ما عليه كان، هو الموجود بحق، وكل ما سواه موجود به لا معه. عرفت بقى الإضافة اللي أضافها الأولية؟ ما هو الرسول يقول لك إيه؟ كان الله ولم يكن شيئا معه. الأولية زودوا إضافة، قال لك وهو الآن على ما عليه كان. دي إضافة من الأولية عشان يفهمك معنى كلام النبي، لأنهم أهل نور، أهل بصيرة. عرفت بقى ان لو ربنا هيحكي لنا ما في الاكوان وما في الاكوان ذره من علوم الله لا ينتهي الكلام عليه، لانه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. لو قعد يكلمك على كل شمس في الاكوان، وعلى كل الكترون في ذره، وعلى كل نواه في مجره، وعلى كل مخلوق في هذه المخلوقات، وكيف خلق، وما هي قوانين، وما هي آمال، وكيف وجد، وكيف رزق، وما هو المطلوب منه، و تنفد الكلمات وتنفد البحور. ولو كانت الأشجار أقلام والبحار مدد وجئنا بمثله مددا ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ وعشان كده أنت يا أيها الإنسان الوقت، يعني الموضة الجديدة يقول لك الجينوم. الجينوم ده اللي هو ايه؟ بيحاولوا يقروا المطمور في جوه نواة خلية الانسان من صفات الانسان عن طريق قراية الدي ان ايه، اللي هو وحدة ايه؟ وحدة
النواة، النواة نفسها مكونة من وحدات، هذه الوحدات عبارة عن دي ان ايه، شرايط كده زوجية قبال بعضها ومرتبطة كده، عاملة زي جدول الضرب داخلين في بعض، وهي عبارة عن أربع حروف قدام هنا وأربع حروف قدام هنا، عبارة عن حروفها عبارة عن أحماض أمينية، دي الحروف الهجائية بتاع المعلومات المكتوبة جوه الخلية، بترتيب السيكونس اللي هو ترتيب الأحماض الأمينية دي قدام بعضها ومع اختلافها تتكون الجمل، هذه الجمل اللي بتحدد طولك وعمرك والأمراض اللي هتحصل لك وطريقة كلامك وبصمة صوتك وبصمة صباعك وبصمة عينك والموجات اللي بتنبعث منك وطريقة حتى تفكيرك وطريقة حلمك وغضبك وطريقة كلامك وإشارتك، أصل لما تتكلم ده يتكلم بطريقة وده يتكلم بطريقة، طريقة مشيتك، طريقة أكلك، طريقة نومك، كل حاجة هتحصل لك وصفات فيك مكتوبة بإيه؟ بحروف من أحماض أمينية جوه هذا الشريط العجيب اللي هو عبارة عن قد إيه بقى؟ لو فردته عشان تشوف أنت الخلية، النواة الخلية دي تشوفها بالميكروسكوب الإلكتروني، لو فردته يطلع 1.6 متر، شريط الدي إن إيه ده اللي مكتوب فيه كل المعلومات دي، لو فردته يطلع 1.6 متر، المتر وستة من عشرة ده ملفوف بطريقة معينة عشان يبقى متغلف ومتعبي جوه نواة لا ترى إلا بميكروسكوب يكبر 100,000 مرة. شفت بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى عشان تقرأ اللي في الشريط ده يا أستاذ، كل خلية فيك فيها الشريط ده، كل خلية فيها الشريط ده، وانت فيك كام؟ 100 مليار خلية، وما يتعقدش، ما يتعقدش، متر وستة من عشرة تقعد تطبقه وتعمله وتغلفه وتحطه جوه نواة ما يتعقدش، لا ما يتعقدش. لا، والأدهى والعجيب انه كمان كل شوية الخلايا بتنقسم، يقوم نفس الشريط ده كمان ينقسم ويبقى صورة طبق الأصل من الشريط الثاني، ويعمل خلية تانية طبق الأصل من الأولانية، وسرعة انقسام الخلية دي للخلية دي قد إيه؟ 20 دقيقة. لو كتبنا المعلومات اللي في الشريط ده بلغة الكتابة بتاعتنا اللي هي الحروف اللي بنتكلم بيها، المعلومات اللي احنا عرفناها اللي في الشريط ده، خد بالك احنا ما عرفناش كل المعلومات اللي في الشريط ده، عارف كل الجينوم اللي قاعدين بيتنططوا بيه ده في العالم كله؟ عرفوا 3% من المعلومات المكتوبة فيه، 3% يعني لسه في 97% معلومة ما نعرفهاش، ده احنا يا ربع عرفنا يا استاذ 3% من الكتاب المحفوظ جوه الخلية المكونة لهذا الانسان العجيب اللي هو من خلق الله. الثلاثة في المية دي لو حبينا نكتبها بالحروف بتاعتنا بقى تعمل 1,000,000 صفحة، تعمل 1,000,000 صفحة، يعني تعمل مجلدات رهيبة. تصور انت اما تصور 1,000,000 صفحة عشان تعمل خلية تانية هتصورها في اسرع مكان تصوير في العالم، وتصور ياخد قد ايه؟ ياخد 2-3-4-10، ياخد اللي ياخده ما نعرفش، لكن ربك سبحانه وتعالى يخلصها في 20 دقيقة، متصورة تنقسم خلية تانية وخلية تانية في 20 دقيقة. شوف ان علم الله فيك انت لوحدك، واللي مكتوب فيك غير اللي مكتوب في انسان اخر، ولو ابنك، ولو الاثنين توأم، اللي مكتوب في ده غير اللي مكتوب في ده، ومش اللي مكتوب بس هو اللي موجود، لا، وباستمرار انت بتكتب فيها حاجات تانية بتكتسبها، خبرات وعلوم واحاسيس وحاجات تشمها وحاجات تنظر اليها، فبتخزن، عشان كده تشوف تقول انا شفت الحاجة دي قبل كده، تشم تقول انا شميت الحاجة دي قبل كده، تلمس تقول اه ده ملمس حرير، لا ده ملمس خيش، لا ده ملمس مش عارف ايه، لا ده نار، لا ده بيلسع، لا ده حامض، ده لازع، ده مش كل المعلومات اللي انت بتكتسبها كمان ما زالت تكتب، فهمت؟
يعني مكتوب جواها الأقدار، ثم يكتب مع الأقدار ما تكتسبه أنت. علشان كده يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. كل حاجة متدونة جوه، حتى لو نظرت نظرة آثمة لامرأة ماشية اتدونت جوه خلايا العين، تيجي العين تقول آه يا رب ده كان بيبصبص للستات، متدون، تهرب تهرب، ده فاتر جواك محبوس عليها أنت لا تستطيع أن تفتحها، لكن هيفتحها العليم الخبير. يبقى راكب الأوتوبيس والزحمة يحط إيده كده على الست اللي جنبه ويلمس جسدها، يقوم يشعر إيه بلذة جسدها، يقوم تتسجل الأحاسيس دي كلها الحرام في خلايا اليد الجلد، ما تتنساش أبدا حتى ما يموت. يجي يوم القيامة الجلد ده يقول آه لمس يا ربي حاجات حرام. تقدر تهرب؟ ما تقدرش تهرب. كل ده مكتوب عليك، كل ده مكتوب عليك أيها الإنسان. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت فاكر الملائكة بس اللي هي بتعد؟ لا، ده الملائكة بتعد الألفاظ، والخلايا بتعد الأحاسيس. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده شغلانة كبيرة يا عمي. عرفت بقى يعني إيه ما قدر الله حق قدره؟ عرفت انك انت لو قعدت تقول ما قدر الله حق قدره كده ليل نهار مش هتوفي الله قدره، وان الله فوق تنزيه المنزه وفوق تقديس المقدس وفوق علم العالم وفوق تصور المتصور، وانه لا يحاط به علم ولا تدرك الابصار، وانه اذا كان ده خلق من خلقه، ومش انت بس اللي مخلوق كده، والحيوانات سائر الحيوانات كده، حتى النملة حتى البعوضة حتى الفراشة كلها مكونة من ذرات، وهذه الذرات فيها أنوية، وهذه الأنوية فيها هذا الشريط اللي مكتوب فيه كل تفاصيل حياة كل مخلوق، حتى النباتات حتى الجمادات حتى كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما ودودا. إيه ده؟ ده شغلانة كبيرة يا عم. احنا نهرب احسن ونصلي ونسجد، لان ليس امامنا الا السجود. من للعاجز الا القوي، من للجاهل الا العالم، من للئيم الا الكريم، من للغضوب الا الحليم، من للعبد الا الله، ليس لنا الا الله. فعرفت بقى ان ربك لا تستطيع الوصول اليه لأنه هو سبحانه وتعالى منزه في تقديسه، فلا بد من تجلي للتجلي حتى يتجلى، فاحتاجت لواسطة ليتجلى عليك، فكانت هذه الواسطة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هديك مثال، القرآن ده مش كلام الله؟ قبل أن يتجلى الله بكلامه على نبيه كان بلا صوت ولا حرف. تجلى الله بكلامه على الحروف فنطقت وجعلها بلسان النبي فأذاعها فتيسرت، ولولا ذلك ما تيسرت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنت لا تستطيع التجلي المباشر، لا، ده شوف انت عشان يتجلى التجلي اللي هو تجلي الكلام، والكلام صفة من الصفات، والأكوان ما هي إلا محل ظهور الصفات كلها، وظهر في الأكوان بتسعة وتسعين صفة وله أسماء لا نعلمها، يبقى في أكوان أخرى يظهر فيها بصفات أخرى، لأنه له أسماء لا يحاط بها، هو ظهر في الأكوان بس بالتسعة وتسعين اسم، قامت بهذه التسعة وتسعين اسم في الأكوان بس، لكن هو له أسماء أخرى ممكن يظهر بها في أكوان أخرى بطريقة أخرى، لأن التجلي لا ينتهي، لأنه لا يحصره تجلي ولا يحط به علم. فأراد أن يتجلى عليك بكلامه وهي صفة من صفاته، فإيه مر بعدة مراحل، تجلى على الحروف بالكلام فصاغها، وتجلى على لسان النبي ولقد يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، فجعله ميسرا على لسان النبي
فلما أخذناه من لسان النبي صار ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فصار يتلفظ به الأطفال والكبار والصغار والنساء كل. ليه؟ لأن واسطة النبي موجودة، طول ما واسطة النبي موجودة يتيسر ظهور التجلي، لأن واسطة الرحمة تمنع القهر الذي به يجعل الإنسان عدم كأن لم يكن. لولا واسطة الرحمة ما ظهرت، لولا واسطة الرحمة ما نطقت، لولا واسطة الرحمة ما عبدت، لولا واسطة الرحمة ما نظرت ولا تكلمت ولا أكلت ولا شربت ولا كان لك وجود. عرفت بقى أن النبي واسطة كل موجود صلى الله عليه وآله وسلم، وأدي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن أنت هتروح فين يلي عايش على ذرة من ذرات الكون، وأنت نفسك مكون من مليارات الذرات، وهذه الذرات مكونة من مليارات مليارات الجزيئات، ثم هذه الجزيئات كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، ثم هذا حلقة في فلاة، فأين ملك الله؟ جل الله، جل الله عن أن يحيطون بملكه فضلا عن أن يحيطون به سبحانه وتعالى. عرفت بقى سفاهة وتفاهة من قال أنه مستوى على العرش كجلوسي على هذا الكرسي؟ شفت أنه تافه إزاي؟ إنه ما قدر الله حتى قدره. عرش إيه وكرسي إيه وأي عرش؟ ده كل خلية فيها نواة، وكل نواة فيها العرش بتاعها. أي عرش استوى على كل العروش سبحانه، سبحانه استوى على كل عروش الأكوان، ثم سبحانه وتعالى تفرد بالتفريد والتوحيد والوجود، والكل افتقر له وهو لم يفتقر لشيء، وما قدر الله حق قدره. كل ده عرفنا منين؟ إذا نعس أحدكم في صلاته. أما دي شغلانة كبيرة أوي، بنكملها بقى بكرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.